Korea. Korea's okay. Yeah, Korea. You have a bag. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا بكم مباشرة هنا من الدوحة. بفضلكم تواجدوا في هذا السوق الخاص بالملابس التقليدية. غادي نحاولوا نسولوهم شحال الاسمنه للاشاره مشاهدي قناة شوف تيفي. فالاسمنه هنايا يعني تتقال بالريال، الريال كيساوي 2.80 دراهم، يعني أي ثمن تسمى هنا غنضربو بزوج فاصلة 80 باش يعطيك بالدراهم. كيما كتشوفو معانا 120 ريال هاد الكسوة هادي، اللي أكيد أننا في المغرب تقدر تلقاها فقط واحد المبلغ ديال 70 درهم حتى 100 درهم، حتى الا كانت غالية كاع 200 درهم. كما كتشوفو معانا الثمن ديال هاد اللبسة هادي 120 ريال، إذا تقريبا واحد 3000 درهم هاد الكسوة هادي. كتشوفو مثلا معانا هاد الكسوة هادي، هذه سهلة ما فيهاش فواصل، هذه 100 ريال، 100 ريال سعودي يعني 2800 درهم هذيك السوق. هذيك السوق تقريبا هي رخيصة 85 ريال قطري، يعني أي ثمن يعني عند 85 درهم زائد 85 درهم نزيد عليها 80% ديالها 90 ريال قطري. فالملابس هنا غالية شوية. هاد الفورير هذا أو هاد المونطو هذا 120 ريال قطري، 130 عفوا. كما كتشوف معنا مشاهدي هنا قناة شوف تيفي كتواجدو في السوق الخاص بالملابس التقليدية. هذا اللباس القطري الأصيل خاص بالسيدات، الثمن ديالو 160 ريال قطري. الأسمنة في هذا السوق لازم نحاولو نقربو كذلك من اللباس التقليدي القطري. هذا اللباس التقليدي القطري الناس اللي كيسولوا في شوي تفرجوا في كوره ولا حنا فقط مشاهدي قناه شوف تيفي كنحاولوا اننا نديروا
نظرة للأسمنة مقارنة مع الأسمنة في المغرب. فمزيان كذلك نوصلوا لكم كذلك من خلال الروباج ديالنا الخاص بالاسمنة، يعني كذلك الثمن ديال الملابس التقليدية. ريال فوق اي سفيرة. دائما مشاهدي قناة شوف تي في هاد الاسمنة اللي كتشوفو معنا دائما ربوهم في درهم جوج درهم 80، يعني باش تعطيكم المبلغ بالدرهم. هاد المونطو هذا او هاد البردة 180 ريال. جماهير من مختلف الجنسيات. كما كتشاهدوا معنا دائما مشاهدي قناة شوف تي في الأسمنة المرتفعة الملابس هنا في قطر. يمكن هذه الملابس التقليدية يمكن هي أرخص الملابس اللي كاين هنايا. كما كتشوفوا معنا هذا اللباس اللي هو كيقولوا ليه البردة، الثمن ديالو 180 ريال. دائما ضربها بجوج دراهم فاصله 80 واش يعطيك المبلغ بالدرهم. الوفور كما شرنا مشاهدي قناة شوف تي في، حنا كنتواجدو في السوق الخاص بالملابس التقليدية. الدري اللي عنده السنه
انك تقالي هذا المعطف هذا. كما شفتوا معنا مشاهدي التلفزيون سو خاص بالملابس التقليدية كما كتشوفوا معنا هادو أثمنة فيهم الصول عباية 55 ريال قطري جلابية 85 ريال قطري لا تلفريد المغربي وصل هنايا اشغل مالك اشغل حاول نشوفو هاد البراد شحال داير حتى هو شنو بغيتي كاع ديرو الان كما كتشوف معنا مشاهدي قناة شو تي في زرابي يعني على الطريقة قطرية يعني شبيهة ب الصناعة المغربية يعني مشاهدي قناة شو تي في هذا هو الوجه الآخر من قطر كما كتشاهدوا معنا كما تشوفوا الدروري يعني كما شرنا مشاهدي قناة شوف تيفي من خلال العنوان ديالنا فقلنا اننا غادي نكونوا في المكان المعروف يعني جميع شوف المكان خاص بالطيور اللي بعد ما مشينا المكان خاص بالملابس الان جميع انواع الطيور I'm gonna go to the hospital.